بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه. أما بعد، بالنسبة للإسلام لا يقول بالتشاؤم أبدا، لأن التشاؤم هو أداة شيطانية إبليسية لا يمكن أن يوظفها الإنسان المسلم ولو لحظة في تفكيره، لا في سلوك، لا تفكير ولا سلوك، ليس هناك تشاؤم أبدا، لأن المؤمن هو أيقن أن لا إله إلا الله وقبل القضاء والقدر بخير وشر، يحمد الله كلما أعطاه عطيه، ويصبر على كل بلية ويحاول أن يغيرها إلى عطيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الذين سبقونا كانوا يستبشرون بالبلايا كما أننا نستبشر بالعطايا، بحيث الإسلام وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ولا وأنتم لا تعلمون، قاعدة فوق القواعد الذهبية يقول بها العمر. أحنا أهل الله، لا يثني عزائمنا لا إنس ولا جن، ما دامنا صدقنا العهد مع الله فلا نضع ثقتنا إلا فيه، ونرضى بقضائه وقدره في كل أحوالنا، ونقول سمعنا وأطعنا، ودائما نقول عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا ويعلم ما لا تعلمون، وربما بعد عسر يأتي يسر، وهذا موجود في القرآن العظيم. ولينا التاريخ بالنسبة للأبطال عبر ذلك التاريخ أنهم دائما معرضون للبلايا والرزايا، لكن بفضل علاقتهم بالله من محبة وأدب وحياء وتوكل وكل ما هو يربطنا بالله جل جلاله عما نواله واليواء كامل الأوصاف، معنا هذا كله كفيل، وقعنا كفيل بأن يجعلنا خارج دائرة إبليس خذه الله، لأنه إبليس لا يوزع إلا ضلالات، ونعرف كيف ورط أبوينا عليهما السلام في الجنة، ونعرف كيفاش في الحروب ماذا أحدث إبليس أثناء التقاء الفريقين، ونعرف يوم القيامة كيفاش يتبرأ من أتباعه، كيفاش يقول لهم لم يأمرهم ولم يؤثر فيهم أكثر مما أو إيحاء لهم، بل اتبعوه بمجرد إشارة، وهذا من عمق الإنسان ومن أسباب تعاسته أن يكون في هم بالريح، ما يعرفش بالضبط اللي عنده رب سميه بصير وبصير وراقيب وحسيب، وكونه يغفر ذنوب جميعا، كونه ما يزمش تعيس ولو أنت تورط في كثير من الجرم. معناه أرجعوا لكلام الله، قل يا عباد الذين صلوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونفوا قصة تعليق 99، روح بشر ولوج في حل، ما اهتدى إلا حين قبل بالحكمة أن يخرج من بوتقة المجرمين ويقصد باب لمدينة أخرى أو قرية أخرى فيها صالحون، وكان الأمر كذلك، ثم وافاه الأجل، فاختلفت في أمره ملكة الجنة وملكة العذاب جهنم، وجاء سيدنا جبريل عليه السلام في أشهر الروايات في صورة شكل بشر، وطلبوا منه أن يحكم بين فريقين، فأشار بقياس ما يفصل عن المدينة الأولى أو القرية الأولى والثانية، فكان قيد الملا منا هو أقرب إلى الثانية، فربنا أراد بذلك أن يرينا أن رحمته وسعت كل شيء، وأنه لا يصرح إلا للقوم الكافرون، بحيث حتى في أضنك الأحوال إياك وتسمع للسان الشيطان، عندك ربك حاضر معك وأنت دائما في عروج
حينما تجيك البلية واللي عندك بلورة في الروح نتاعك ونقاء وصفاء ونفحات ربي تولي مركزة، فاستغل تلك الحالة لأن ما تجي إلا للناس اللي عظهم الزمن واللي منا حقيقة أراه كل الرزايا وأوجه القبح وأوجه الخيبة والخيانة وكل وما ذلك الروح عروج خلاهم يفقهوا حقيقة حالهم، فزادوا تغيرا نحو الله وابتعادا عن الشيطان فأفلحوا ونجوا ونالوا عزة بعد ذل أراده أعداؤهم، والسلام على من اتبع الهدى.